بطموح وإصرار الليالين يواصل كريسنيكا كالرياضي الأولمبي لذوي الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر 20 سنة تدريباته في ناد رياضي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، حيث يعمل بجد واجتهاد لتحقيق هدفه في أن يصبح أول شخص مصاب بمتلازمة داون يكمل سباق التريعتلون هذه السنة. متلازمة داون لم تقف حاجزا أمام طموحاته، والده يشجعه طوال فترة التمرين ويرفع من معنوياته لتحقيق هدفه الواضح والمتمثل في أن يدخل في نوفمبر مضمار المنافسة في السباق الكامل في مدينة بنما سيتي. وحرص كريس على التدرب بشكل شاق لمدة 4 إلى 6 ساعات يوميا على امتداد الشهرين الماضيين لتحقيق حلمه في إكمال هذه المهمة. البطل الأولمبي عاش ظروفا صعبة وقاسية، واجه الكثير من الصعاب في الحياة ومنها إجراؤه جراحة قلب مفتوحة في سن 5، وضعية صعبة زادت من طموحه وألهمته لتحقيق أهدافه وإثبات قدرته على رفع التحديات. وتتألف مسابقة التريathlon من السباحة لمسافة تفوق 3 كيلومترات، يليها ركوب الدراجات لمسافة 180 كيلومترا، وفي الأخير سباق الماراثون 42 كيلومتر.